الحقيقه النادي الاهلي بكره بينتظر مباراه مهمه جدا امام فريق اسوان ان شاء الله الساعه 3 الا ربع، طبعا بعد يعني غياب طويل جدا جدا عن البطوله المفضله للنادي الاهلي اللي غاب عنها بسبب طبعا مشاركتنا في كاس العالم للانديه. الحقيقه كمان مباراه الهلال السوداني في دوري الابطال، الحقيقه مش هتكلم على الجوانب الفنيه ولا هتكلم على هذه الاجزاء، ولكن خلينا نتكلم بشويه احترافيه. الكره الافريقيه عامه الحقيقه والبطوله الافريقيه عندنا هي بطوله قويه ولكن ينقصها الكثير والكثير والكثير. على مستوى مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني الحقيقه كان في عوار على مستوى التنظيم وحاجات ما بنشوفهاش ولا هنشوفها في الدوريات الكبرى، يعني عمرك ما هتشوف في دوري الابطال مثلا رئيس القسم الطبي او الراجل الدكتور بتاع الفريق المنافس بينزل بيتشابك مع اللعيبه وبيرش بنج في وشه وبيشتمه، يعني كلام بعيد تماما عن الاحترافيه. الحقيقه النادي الاهلي تعرض لهجمه عنيفه جدا جدا بعد المباراه، مش هتكلم خالص على فنيا يعني ناس كتير جدا اتكلمت، وانا في اعتقادي الشخصي باذن الله كالعاده النادي الاهلي قادر على العوده على المنافسه على البطوله بشكل كبير جدا ان شاء الله في مباراه كبيره ومصيريه امام صن داونز باذن الله المباراه القادمه في البطوله الافريقيه. لكن انا عايز اتكلم على ما حدث للاعيب النادي الاهلي على مستوى يعني الاعتداءات من قبل بعض الاجهزه الطبيه او الاجهزه الفنيه في فريق الهلال السوداني. الحقيقه الناس كانت بتعاتب على محمد الشناوي خروجه عن النص وكابتن الفرقه ما ينفعش يعمل كده، ولكن الحقيقه اللي جوه الملعب كان استفزاز كبير جدا جدا على مستوى الالفاظ على مستوى التعدي على مستوى الحقيقه لا يليق باسم كبير زي نادي الهلال السوداني. وعايزين نفصل شويه. نفصل ما بين الشعب السوداني والعلاقه حتى ما بين النادي الاهلي وما بين الهلال السوداني، هنفصل شويه لان الحقيقه دي يعني اخطاء فرديه داخل الجهاز، واكيد النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم ما بيسيبش حقه، ويمكن البيان اللي اصدره ليه او الخطاب او الشكوى للاتحاد الافريقي كان مليئه طبعا بالنقاط التي يجب يعني الوقوف عندها بشكل كبير جدا جدا جدا. زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي يمكن يعني ما كانش موفق في المباراه على المستوى الفني، خسرنا المباراه، ولكن النادي الاهلي كمان يعني زي ما بقول ما بيسيبش حقه. والحقيقه النادي الاهلي تعرض في السودان لاعتداءات تجاوزت الكثير والكثير، والرسائل اللي بتبعت من هذه البطوله للاسف في هذه المباراه كلها رسائل سلبيه. يعني النادي الاهلي تعرض مضايقات كثيره جدا، اعتداءات كثيره جدا، والنادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم النهارده اتقدم بشكوى رسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بسبب اللي تعرض له في السودان. والحقيقه قال ان مش اول مره الحقيقه، يعني طالب النادي الاهلي بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع، لان الحقيقه انا يعني بعد طبعا اقتحام الملعب زي ما بقول لحضراتكم يعني كمان من 3 سنين لو حضراتكم تفتكروا يمكن النادي الاهلي ما رضيش يصعد الامور وقال خلاص علشان العلاقه ما بين الناديين والنادي الاهلي والشقيق الهلال السوداني، لكن خلينا نتكلم بكل امانه يعني الامور زادت عن الحد بشكل كبير، وعشان كده النادي الاهلي بيتقدم في شكواه للكاف وتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره متكرره، وينتظر تطبيق اللوائح والقوانين لهذه الشكوى. الحقيقه النهارده الشكوى كانت بتاعت النادي الاهلي باختصار كده انا مختصر هذه الشكوى في 7 نقاط رئيسيه. النقطه الاولى نمره 1 انه تعرض مران الفريق قبل المباراه كمان لالقاء العاب ناريه، ده كان قبل حتى المباراه. الجزء الثاني الاعتداء على 4 لعيبه محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي واحمد عبد القادر، ده كمان كان في اعتداء على مستوى اللاعبين. نمره 3 غرف الملابس، غرفه ملابس النادي الاهلي غرقت بمياه الصرف، ده كان بعد المباراه على طول، علامه استفهام كبيره ولا يليق ابدا باسم نادي الهلال السوداني. النقطه اللي بعد كده كمان تعرض اللاعبين والجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ للسباب عقب المباراه، كان في الفاظ وفي شتايم وفي تجاوز كبير جدا جدا. النقطه اللي بعد كده كمان السماح بتواجد ما يزيد عن 1000 متفرج رغم قرار الكاف بمنع الجماهير
ده كان كمان تجاوز كبير جدا. وكمان يعني النقطة الأخيرة كمان عدم توفير وسائل النقل الآمنة واللائقة بالنادي الأهلي عقب انتهاء المباراة. وكمان في تجاوز في حق رئيس النادي ورئيس البعثة وطاقم السفارة المصرية بالسودان. كل الحقيقة النقاط دي شرحها النادي الأهلي للكاف وطالب بتطبيق القوانين واللوائح اللازمة. احنا زي ما بقول لحضراتكم الحقيقة قبل كل حاجة ومن خلال الشكوى اللي بيقدمها بيحفظ حقوقه. وبيقول رسالة مهمة جدا ان مثل هذه التصرفات الحقيقة والافعال المرفوضة الحقيقة ملهاش مكان في عالم كرة القدم. زي ما بقول لحضراتكم مستحيل تشوف هذا المنظر او هذه الصورة في الملاعب الاوروبية بشكل او باخر. حتى نتكلم على بطولة كبيرة بحجم بطولة افريقيا لابطال الدوري النهاردة. يعني الحقيقة النادي الاهلي بيقدم هذه الشكوى واحنا هنا من خلال المحترف بنقول يا ريت هذه الصورة الحقيقة تنتهي من ملاعبنا. لأن الحقيقة كمان الصورة اللي بتتنقل بتسيء مش بس للنادي الهلال، بتسيء لسمعة الكرة الأفريقية بشكل كبير جدا. نتمنى إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم احنا بنفصل العلاقات ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال، ما بين جماهير المصرية والجماهير السودانية، يعني دي ما حدش يقدر يمسها وما حدش يقرب منها. لكن الحقيقة الأخطاء الفردية والأخطاء المتكررة خاصة من نادي الهلال السوداني، زي ما قلت لحضراتكم من 3 سنين حصل اقتحام للملعب والنادي الأهلي يمكن يعني قال لك لا خلاص احنا مش هنقدم شكوى، ويعني نتيجة للعلاقات الجيدة. ولكن الأمور لما بتزيد عن الحد الحقيقة يعني كان لازم يكون في موقف وموقف قوي من النادي الأهلي. وتاني ده بعيدا عن النتيجة، بعيدا عن الفنيات والنتيجة، احنا بنتكلم في حقوق النادي الأهلي والتجاوزات إلا حدثت خلال قبل المباراة ويمكن أثناء المباراة وما بعد المباراة.